بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. نحن اليوم إذا محاولة انقلابية عملية حرام تتغطى بالدستور، والدستور منها براءة. أصول الدستور لا ليس فيها ما يسمح للرئيس بحل مجلس النواب، وليس فيها ما يسمح له بحل الحكومة. وبالتالي ما قام به الرئيس للأسف ما عندوش عنوان آخر غير كونه محاولة انقلاب يستولي فيها على السلطة، فهو أصبح هو حل محل السلطة القضائية بوضع يده على النيابة، وضع يده على التشريع بحل المجلس، وضع يده على الحكومة بأنه أصبح في الحقيقة هو رئيس يتابع الحكومة، والدستور لا يسمح بتبعية الحكومة للرئيس.